ويرلس ساينس. السيشن ده كان المفروض يديه الحقيقه الدكتور كامل مكي وهو اللي عامل برزنتيشن بتاع السيركل ويرلس واوبن بس انا بس عامل الكبيرلس ساينس. بس هو دلوقتي بيدي بيعمل ترقيه للناس عقبال ما الاقيكم ويلاقي ناس اساسا وعقبال ما تلاقوا انتوا كمان ان شاء الله انا هديكم الكلام دوت. وانا حقيقه برضه اللابتوب بتاعي بايظ فجبت بتاع مراتي فانا يعني جاي كده حقيقه الثلاث حاجات دول مالهمش علاقه ببعض غير ان هما جنب بلاد تيست. هنتكلم اول حاجه على السيركل وبوليس. بس قبل ما نخش في السيركل وبوليس هنبتدي القصه من اولها. القصه من اولها بتبتدي الدم بيجي منين؟ من القلب. يعني هنتكلم من غير دم من غير حاجه. والقلب بيدي اورطه والاورطه ارش اورطه بيديها ثلاثه. اول ما بيطلع بيدي ثلاثه كلنا حاضرهم من ايام زمان اللي هم ايه يا جماعه؟ ليفت كومن كاروتد والليفت سب ليجل وليك كفاليك او الانومنت. تمام؟ وبعد كده الرايت بيطلعوا من ليك كفاليك الرايت سب ليجل والرايت كومن كاروتد. احنا عارفين ان السب ليجل بعد كده الفيرتيبرال اوفيس بيقابلوا بعض فوق يحطوا حاجه اسمها سبازولر. تمام؟ سبازولر اوتري. والكومن كاروتيد بيتقسم لاكسترنال وانترنال. دي فرشه في الاول كده كلنا الكلام ده عارفينه من زمان خالص بس بنعمل ريفرش. الانترنال كاروتيد عارفين او هنعرف ان هو بيدي برانشز خمسه عشان احفظهم بسهوله يا اما كلمه اوبام او يا اما بيدي اثنين انتيريور واحد ميدل واحد بوستيريور والاوفثالميك بتاعنا. اثنين انتيريور اللي هما الانتيريور سيريبرال والانتيريور كرويدل. واحد ميدل اللي هو الميدل سيريبرال. واحد بوستيريور هو بوستيريور كوميونيكيتنج والاوفثالميك بتاعنا او كلمه اوبام. ده البرانشز بتاعت الانترنال كاروتيد ارتري. سيركل اوف ويلس اللي هو اول موضوع هتكلم عليه. سيركل اوف ويلس دي عباره عن اناستوموزس موجود على البيس اوف ذا برين. الفكره كلها ان هو عامل اناستوموزس بين اثنين سيستمز. السيستم الاولاني الانترنال كاروتيد ارتري والحاجه الثانيه الفيرتيبرو باسلر سيستم. احنا كنا قلنا من شويه ان انا عندي اثنين فيرتيبرو ارتريز بيجمعوا مع بعض يعملوا لي حاجه اسمها الباسلر ارتري. وقلنا الكومن كاروتيد على الناحيتين بيدي اكسترنال وانترنال كاروتيد. فالسيركل اوف ويلس دي عباره عن اناستوموزس في الديسك التقريب ما بين الباشا انترنال كاروتيد والباشا فيرتيبرو باسلر سيستم. ايه الحاجات اللي بتخش معايا في السيركل اللي موجوده؟ الانترنال كاروتيد ارتري زي ما احنا قلنا دي حاجه اسمها انتيريور سيريبرال ارتري. انتيريور سيريبرال ارتري رايت ليفت في بينهم كوميونيكيشن بنسميه انتيريور كوميونيكيتنج ارتري. الانترنال كاروتيد ارتري زي ما احنا قلنا بيدي برانش اسمه بوستيريور كوميونيكيتنج ارتري. ده بيقابل ارتري اسمه بوستيريور سيريبرال اللي هو طالع من اخر البازلر ارتري. يبقى ده بمنتهى البساطه السيركل اوف ويلس وايه الحاجات اللي بتشترك فيها. اهم حاجه عندي ان انا عندي ديوال بلاد سبلاي. ايه ديوال بلاد سبلاي؟ الانترنال كاروتيد من ناحيه والفيرتيبر بازلر سيستم من ناحيه. لو حصل اوكلوجن في حته الناحيه الثانيه هتسد مكانها. الكوميونيكيتنج ارتيز ما تديش برانشز لحد. الكوميونيكيتنج ارتيز دي بس بتلم السيركل على بعض. البلاد سبلاي بتاع الفيجوال باثوي المفروض ابقى عارفه. الكلازما بتاخد من انتيريور سيريبرال. الاوبتيك سايد برضه بياخد من انتيريور بس انتيريور كرويدر. الاكترا جينيكلر بودي لكن اول هنا بناخد حاجتين انتيريور مع بوستيريور سيريبرال. الاوبتيك ريليشن ميدل مع بوستيريور. الاول فيجوال كورتكس نفس الحكايه ميدل مع بوستيريور سيريبرال. كده انا خلصت اول جزئيه اللي انا جاي اقوله. اول جزئيه كانت بتكلم على السيركل اوف ويلس دي خلاص خلصت. تاني جزئيه هتكلم فيها عباره عن الاوربيتال بلاد فيسلز. اوربيتال بلاد فيسلز يعني ارتريز يعني فيز. اوربيتال بلاد فيسلز في كلمه واحده او اوربيتال ارتيريال سبلاي بتاع الاوربت في كلمه واحده اوفثالميك ارتري. هو الاوفثالميك ارتري بقى بالبرانشز بتاعته بحكاياته بحواديته بسكته بلفته ده الارتيريال سبلاي. الفينس رينج بتاع الاوربت هو سوبيريور والانفيريور اوفثالميك فينس. يا اوفثالميك واوفثالميك بس هو اوفثالميك ارتري واحد. الفينس عندي سوبيريور وانفيريور. الليمفاتيك رينج اوف الاوربت ذير از نو ليمفاتيك في الاوربت خالص. هنتكلم على الاوفثالميك ارتري بالتفصيل شويه.
مين هو؟ من هو الاستاذ الكارفي؟ هو اول برانش بيطلع من الانترنال كاروتيد ارتري. اول ما الانترنال كاروتيد ارتري يسيب الكافيرنس ساينس بيطلع عندي الايه؟ الاستاذ ارتري. الاستاذ ارتري بيمشي جوه الاوبتيك كانال مع الاوبتيك نيرف في الشيست بتاعه بتاع الاوبتيك نيرف بلو اللاترال في الاول بيبيرس الشيف وبيخرج وبعدين بيعدي فوق الاوبتيك نيرف من لاترال تو ميديال في معظم الناس، لكن في 15% من الناس بيعدي تحت الاوبتيك نيرف بيروح رايح على الميديال سايد وبيفضل ماشي دغري ومعاه النيزوسيريالي نيرف الوالد الشقي اللي بيقعد يلف كتير قوي، هيفضل ماشي ما بين السوبيريور ريكتس والسوبيريور ريكتس لحد ما يوصل لقدام خالص لما يخلص عند تو تيرمينال برانشز اللي هم عباره عن السوبر تروكيال ارتري والدورسال نيزل ارتري. عنده برانشز كتير قوي بيقسمهم الى تو جروبس، جروب اللي بين العين الاوكيولار جروب والجروب اللي هو بتاع الاورت. الاوكيولار جروب اهمهم او يعني مهم جدا عندي طبعا السنترال ريتنال ارتري الاند ارتري سنترال ريتنال ارتري الاند ارتري سنترال ريتنال ارتري الاند ارتري ومجموعه السيرياليس posterior ciliary arteries اللي هما too long posterior ciliary arteries و short ciliary arteries كتير قوي وبعد كده الميديال ماسكلر واللاترال ماسكلر اللي هيبقى قاعدين عليهم. الميديال ماسكلر بيدي الميديال ريكتس والانفيريورس، اللاترال ماسكلر بيدي اللاترال ريكتس والسوبيريورس عشان افتكر. وفي عندنا مجموعة بقى اوربيتال كتير بقى عندك اللاكيمال والسوبر اوربيتال والكتير كتير سمويل اللي هي بكرر سمويل اللي هو الدورسال بيز اللي هم الاثنين تيرمينال برانشز بتوعهم. هنتكلم بالتفصيل على ايه؟ السيريال سيستم والريتنال سيستم. السيريال زي ما احنا قلنا عندي تو لونج بوستيريور سيريالز وعندي معلش عندي بحر يا جماعه كورونا ما تقلقوش عندي شورت سيريالز كتير قوي و الريتنال سيستم هي مينلي سنترال ريتنال ارتري. سنترال ريتنال ارتري زي ما قلنا الاستلمك هو اول برانش من الانترنال كاروتيد، السنترال ريتنال ارتري هو اول برانش من الاوستلمك. ساعات يطلع من الميدل برانج بيبتدي الاول يمشي قدام ومره واحده يروح بيرس الديورا اللي هو بقى عارف ان هي حوالي من 10 ل 15 مللي وعلى ويمشي شويه في السبتر بوينت وبعد كده يبيرس النيرف ويمشي في وسط النيرف يفضل ماشي 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 معاه البين والسيمباثيك فايبرز وبيخش العين اللي هو عن طريق اللامينا كريبوس. كلنا عارفين الكورس دوت بيدي طبعا برانشز مشهوره جدا. انا بخش بيدي سوبيريور وانفيريور في الريتنا وكل واحد بيتقسم ليه نزل وتمبرال في هو ماشي بيدي بيل برانشز. لكن ما الارضي ده ارضي بيطلع بيمشي على الابر بورتر اوف لاترال ريكتس اسمه رايح للاجمال جلاند دي برانشز برانش اسمه ريكارنت مينجل ده بيرجع لاسموس مع برانشز من ميدل مينجل بيدي سايجوماتيك بيدي لاجمال جلاند طبعا وبيدي لاجمال جلاند بتمبرال هو بيعمل اسموسيس مع الميديال بتمبرال ارضي. الماسكلر ارتري زي ما احنا قلنا في عندنا الميديال واللاترال وقلنا الميديال بيدي الميديال ريكتس واللاترال بيدي اللاترال ريكتس بيدي بيدي الميديال والانفيريورز في الاوبليك والانفيريور ريكتس واللاترال بيدي اللاترال والسوبيريورز سوبيريور ريكتس والاوبليك والبيدي سوبيريور. وبعد كده الماسكلر ارتريز دول بيدونا حاجه اسمها انتيريور سيريالي ارتريز. كل ماسكلر ارتري بيدي اثنين سيريالي ارتريز الاثنين انتيريور سيريالي ارتريز سوري عندنا سبعة انتيريور سيريال ارتريز اثنين لكل عضله ما عدا اللاترال ريكتس بيبقى ليها واحد بس. الانتيريور سيريال ارتريز دول بقى بيدوا تغذيه الانتيريور سيجمنت بيدوا كونجنتيفا ابسكليرا سكيرا وانت داخل بقى معاك السيريال المصر وبيشاركوا في السيكروس انتيروزز اليز ميجر وبيطلع ريكارنت بيسنس تدي الكورت. الشورت بوستيريور سيريال ارتريز ساعات يبتدوا من الاوستالك لتو ترانكس وساعات يبتدوا من كومن مع اللونج بوستيريور سيريال ارتري وساعات يبتدوا برانشز كتيره حوالي سبعه عاده وبعد كده بيمشوا فورورد حوالين الاوبتيك نيرف يبتدوا يكتروا يبقى حوالي 20 واحد
وبعد كده بيبيرس السبيره وبيعملوا سيركلر اسمها سيركل اوف زنك وبيخش جوه الكرويد ويفيد جوه الكرويد بيسبلاي الكرويد لحد في الكوره سيركت. وفي الاول في الاخر خالص بيعملوا الاستوموزس مع الكارن برانشز مع بتاعت اللونج وسيريوس سيريالي بانشز. البرانشز هم ماشيين بيدوا كليل بيدوا الاستيرال بيدوا هي سيركل اوف زنك حوالين الاوبتيك نيرف. الاوبتيك نيرف هاد طبعا سيروليتر الارتري موجود في حوالي 15-20% من الناس وهم المين سبلاي بتاع الاستيرال بارت بتاع الكورونا. طبعا انتوا عارفين السيروليتر الارتري مهم قوي اللي بنتكلم عليه في الابلايد علشان لما يحصل سنتر ليتر الارتري لونج بوستيريور سيريال ارتريز هم عارفين الاثنين بقى مش كتير زي الشورت بوستيريور سيريالز. الاثنين دول يا اما يطلعوا مع بعض وان تانك يا اما يطلعوا كل واحد لوحده يا اما واحد منهم يطلع يكون مع البوستيريور سيريالز او سنتر ليتر. هيمشوا فورورد هيفرموا السفيره واحد ناحيه دي واحد ناحيه دي من الاوبتيك نيرف ويمشوا في كنال مع اللونج سيريال نيرف وبيخلصوا قدام يعملوا الميجر او سيركلس ارتيروزس ايليس نيكشن. البرانشز بتاعتهم بيبقوا طبعا سيريال بودي زي ما قلنا سيركلس ارتيروزس ميجر بيعملوا الكلام سيريال ارتيس اللي احنا قلنا هيمشوا لقيتوا الجزء الامامي من الكرويد والأنستوموز مع برانشز بتاعة الشورت بوستيريور سيريال أوفيس. هو طبعا بعد كده الكريتيكال كلابس والحاجات دي كمان بتغذي الحتة اللي هي جزء من الشبكية اللي ما بيوصلوش السنترال ريتينال أوفيس اللي هي الفوتو ريسبتورز تمام والأبي لونج بوستيريور سيريال ارتس والانتيريور سيريالز. هنا في عندي انستوموزس كتير فهنا زي ما الدكتوره هتبقى قالت لنا ان نسبه ان يحصل في الانتيريور سيجمنت اسكيميا مش كتيره بس بتحصل طبعا. بتدي برانشز لمين؟ بتدي برانشز اليوفيال تراكت يعني بتدي الايرس والسيريال بودي والكرويد. هنقول بقى بتدي سيريال ماسل وسيريال بوسس يعني سيريال بودي. بتدي الانتيريور بارت اوف ذا كرويد بتدي الايريس عن طريق السيركلس ارتيروزس ايليس ميش بتدي اليوفيال تراكت. الفينس لينج بتاع العين هنقول في عندي السيريال سيستم وفي عندي الريتينال سيستم. السيريال سيستم عباره عن البورتكس والانتيريور سيريالز والريتينال طبعا هو سنتر ريتينال فين بيمشي مع السنتر ريتينال بارت في البوتريس والكامل. البورتكس فينز العدد بتاعهم بيختلف من شخص لشخص من 4 إلى 4 بس ممكن يوصلوا لحد 8 اتليست في واحد في كل كوادرنت. بيجيبوا درينج الكرويد ومعظم السيري بادي والايرس تبقى كوريوكابيلاريس تعمل فينيولز والفينيولز تكبر تبقى فينز تمشي في الوورز كده اهوت وتعمل فورتكس فين جاست بيهايند ذا اكويتر. احسن ما يطلعش خاطر ما عنديش حل. تمام. البيرس السكريرا و ايتش سايد بتاع السوبيريور والانفيريور ريكتر. المهم عندي بقى كلينيكالي ان الفورتكس لما اجي افحص الفندس واشوف الامبوله بتاعت الفورتكس يبقى ده المكان بتاع الاكويتور بتاعي. وفي عندي السوبيريور تمبرال فورتكس فين بيبقى ريليتد للبوستيريور انسرشن بتاع السوبيريور بليك تندون. الانفيريور تمبرال فورتكس فين ريليتد للتندون او الميديا بليك بتاع الانفيريور اوبليك. السوبيريور اوستالميك فين بيبتدي باليونيون ما بين الانجلر والسوبرا اوربيتال فينز. السوبيريور اوستالميك فين بيمشي نفس يعني بيمشي عكس بقى الكورس بتاع الاوستالميك ارتري والتريبيوتريز بتاعته شبه قوي البرانشز بتاعه الاوستالميك ارت. يعني بتاع في تروس كتير كتير سمول ده زي في اللاكمان وفي الماسكولا وفي سيتريتال فين ممكن بيخش فيه او ممكن بيروح على الكافيرنس ساينس دايركت. الزياده بقى هنا طبعا فورتكس يعني اثنين سوبيريور فورتكس بيروح للسوبيريور اوستالميك واثنين انفيريور فورتكس هيروح للانفيريور اوستالميك. الانفيريو اوستالميك فين بيبتدي ببلاكسس موجوده في الاوربيتال فلور ويخلص
يا اما في السوبر اوفثالميك يبقى بيروح على كافيرنس ساينس دايركتلي. الفيبريتس بتاعته بياخد زي ما قلنا الاثنين انفيريور فورتكس بيز وفي ماسكلر بيز وبياخد برانش بقى للليجو من الكونجكتيفا ومن اللاكريمال ساك. كده خلصنا اول جزئيتين اللي هم مالهمش دعوه ببعض. نخش بقى الجزئيه الثالثه اللي مالهاش دعوه بالجزئيتين اللي احنا قدامنا. الجزئيه الثالثه مالهاش دعوه بقى اللي هو الكافيرنس ساينس. قولها فشل بنفسه نعم الكريه نيرفز كبرنا سايس اقول ده دي حاجه اللي انا حضرها انا اقول ايه طيب عباره عن ايه موجوده في الميدل كريه بصه تمام اكستند من الميدل ان بتاع السوبيريور اوردر فيشن ويكمل لحد الابيكس بتاع البيتروس بارت اوف ذا تمبرال بون. ايه الريليشنز بتاعته؟ هنقول قدامي موجود سوبيريور اوربيتال فيشن ورا زي ما احنا كنا بنبحث عن الابيكس والبيتروس بارت اوف تمبرال بون بيجري ولاترالي بيجري فوق شويه بيتري لان وتحت شويه سبينودال نيرف ساينسز تمبرال عندي تمبرال لوب اوف ذا برين. ايه الستراكشرز اللي بتمشي في الكافيرنس ساينس؟ تعرفها من زمان. في حاجات في اللاترال وول وفي حاجات جوه الكافيرنس ساينس. في اللاترال وول كرينيال نيرف 3 4 5 1 5 2 3 4 5 1 5 2 من فوق لتحت. اوكيو موتور نيرف 3 سوكيال نيرف 4 5 1 يومي مفتاح 5 2 تمام. مين بيمشي؟ بيمشي جواه ايه؟ بيمشي جواه حتتين الفيرمر في الروتد ارتري بارت جوه الفين بارت جوه الفين سبحان الله. الفيرمر في الروتد ارتري ومعاه سته اللي هو بتاعنا برضه ادوسنت وفي سمباتيك هاي مش حاليا انترنت في الروتد ارتري. ايه التريبيوتريز بتاعته؟ بياخد تريبيوتريز كتير حاجات من قدام حاجات من يعني حاجات سبيلري حاجات انفيلري من قدام طبعا الاوستالميك فينز ساعات بين كل واحد لوحده ساعات زي ما قلنا في الاوستالميك يخش في السبيلر ممكن ساعات السته الانترنت فين بتاعنا يخش فيه وساعات يوصل سوبيريور اوفثالميك زي ما احنا قلنا وقدام برضه بياخد سوبيريور بارايتال ساينس. ميديالي الاثنين كافيرنس ساينس بيتجمعوا على بعض كده بينتر كافيرنس ساينس وده اللي بيخلي ساعات زي ما احنا عارفين بقى كلينيكلي ان ممكن كافيرنس ساينس تبوظ يحصل بروتوزس في العين وبعد شويه تيجي تبقى بايلاترال تيجي في العين الثانيه. سوبيريوري بياخد الميدل والانفيريور سيريبرال بيز وفيني انيشال فيز هي من الترويد لكسس ومن الفارينجال لكسس تمام. بيخلص فين؟ بيخلص عن اثنين ساينسز كبار قوي سوبيريور بتروزر ساينس وده هيروح الترانزفيرس ساينس السكه السكه الثانيه في بتروزر ساينس ده هيروح على طول على الانترنال جوبلر حتت ابلايك صغيره كده هتكون مقطوعه يا جماعه زي ما احنا قلنا في الاول ان السيركل وهوليس اتفقنا ان هي دول بلاد سبلاي ما بين اثنين سيستمز واحده فيهم اللي هي مين؟ الترنال كاروتيد ارتري والثانيه الفيرتيبرو بازلر سيستم علشان لو حاجه قفلت الاسموز ده هيظبط الدنيا في البرين البرين يعني مش اي حد. تاني حاجه السيركل ارتري انكلوجن احنا قلنا السيركل ارتري ده الاند ارتري فبيحصل انكلوجن لو ما اتحش في خلال الناس بتقول اب 30 مينتس يحصل مشاكل واتفقنا ان في بعض الناس عندهم حظ عالي جدا عندهم حاجه اسمها سيريو ريتنال ارتري بالسيريو سيركيليشن حوالي 15% من الناس ده لو حصل سيريو ريتنال ارتري اوكلوجن والشخص ده عنده سيريو ريتنال ارتري هيشتكي من ايه؟ هيشتكي من تيوبولر فيلد عنده فيجن 6 6 في الماكلا سكير لكن ما فيش فيلد خالص. دي تاني حته ابلايد. تالت حته ابلايد الانتيريو سيريو ارتست دكتوره هبه تفضلت الانتيريو شرحت لنا وازاي نقدر نحافظ على البيسز واحنا بنعمل السيرجري كلام هايل جدا الحقيقه وانا حقيقه استفدت منها جدا جدا محاضره كانت هايله مبسوط قوي ان انا جيت بدري شويه عشان اسمع الدكتور هو. فبنقول
لو حصل ان قطعنا الارض المصل وقطعنا الارض معانا الارض مش هيحصل له ريكاميشن. فمهم قوي ان احنا عرفنا نعمل ان احنا نحافظ عليه هيبقى حافظنا على الارض ده. ثاني حاجه احنا عارفين التو لونج بوستيريور سيري ارتريس جايين ميديال ولاترال لكن مفيش عندي فوق وتحت وبالتالي لما لما السيفيريتي ريتس يتقطع ده ممكن عرض اكتر ان يعمل لي اسكيميا من لما الهوريزونتال تتقطع عشان انا عندي اثنين هوريزونتال لونج بوستيريور سيري ارتريس. الحاجه الثالثه ان الناس الكبار والناس اللي هم عندهم سيركيليشن كومبرومايز عرض اكتر ان يحصل لهم انتيريور اسكيميا بعد السيرجيز والحمد لله ان معظم اللي بيعملوا عمليات حول كلهم عيال صغيره فالحمد لله والقليلين الكبار اللي ايه بيتعرضوا للحكايه دي وبالتالي زي ما الدكتور هبه اتفضلت وقالت ان في سيجمنت اسكيميا ما هياش كومن بس يعني لو حصل زي ما قال بيبقى ديزاستر رهيب جدا جدا. كبرنا الساينس في عندنا حاجتين شهيرين قوي عندنا كبرنا الساينس ثروموزس وكاروتيكو كبرنس فيستو. كبرنا الساينس ثروموزس احنا في حته اسمها دينجرس اريا اوف ذا فيس وهوبا ما اعرفش والبلاد فيسلز اللي يحصل انفكشن سواء ساينوسايتس او اوربيتال سيلولايتس وسبريد يجي للكافيرنس ساينس. المشكله ان او يعني بيسهل الموضوع قوي ان مفيش فاولز لا في السبيرو سابك بين ولا في الكيلو سابك بين فسهل قوي ان الانفكشن يوصل بسرعه سهل ان الامبولاي توصل للكافيرنس ساينس. الكافيرنس فيستولا دي حاجه بتحصل ان عيان يحصل بقى تروما جامده جدا فاكتشر بيز اوف سكال او حاجه كار اكسيدنت ونلاقي ساعتها ان حصل رين بيقدر يروح المارفي بدل ما هو كان كاتب في كيلو صدره بيعدي جوه الكافيرنا ساينس وخلاص لا ده فتح في الكافيرنا ساينس. طبعا البريشر عندي جوه الارتري اعلى 100 مره من الفين فيحصل ان الفلو هيجي من الارتري للفين يحصل ارتيريزيشن للكافيرنا ساينس والدم بدل ما كان بيجي من العين في الكافيرنا ساينس ده هيرجع لها وبيحصل عندي الساين المهم قوي اسمها ايه؟ بالسيتنج اكزو ساينس. شكرا لك يا دكتور.